تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هجريا رفع سموه إلى مقام جلالته السامي أسمايات التهاني وخالص التبركات بهذه المناسبة وراجيا من الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي وكافة وأن يمن على جلالته بمفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر ويعيد هذه المناسبة على جلالته ومملكة البحرين وأبنائها الكرام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والمسرات وقد بعث حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه شكر جوابيه الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعرب جلالته فيها عن خالص تقديره وعميق شكره لسموه سائلا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ سموه وان يديم عليه نعمه العافيه وان يعيد هذه المناسبه العزيزه بالخير والبركات على وطننا العزيز والامتين العربيه والاسلاميه